أهلا بكم أصدقائي بعمل جديد من أعمال سبارتا سي إن سي ووركشوب. عملنا لهذه الحلقة هو تنفيذ مسرح مزخرف للستائر وبإنارة مخفية، خليكم ويانا. الخطوة الأولى وبعد اختيار شكل الزخرفة هي تحضير لوح الخشب المناسب لهذا العمل. لوح الخشب المستخدم هنا نوع MDF وبسموك 6 ملم، وسيكون المسرح بطول 260 سنتيمتر. بعد أن قمت بسحب تصميم الزخرفة على ورق A4، أقوم برسمها ونقلها على الخشب وإضافة بعض التعديلات عليها قبل قصها وتفريغها والتأكد من تماسك تفاصيلها. طبعا سحب التصاميم على الورق بهذا الحجم تكون مكلفة قليلا، لذلك اخترت نقلها يدويا على الخشب. ومن الأفضل تقسيم وتجزئة العمل للسهولة، وهنا سأقوم بتنفيذ العمل على جزئين أي على قطعتين. انتهيت من رسم القطعة الأولى وهنا أقوم بنقل تفاصيل القطعة الثانية. شفرات المنشار الترددي متنوعة من حيث الشكل والحجم وأعداد الأسنان وحجمها، وبما أن نوع الخشب المستخدم هو MDF قليل الصلابة، لذلك سأختار الشفرة الأصغر حجما والأنعم أسنانا. الآن أقوم بقص الحدود الخارجية للزخرفة لتكون عملية تفريغ الأجزاء الداخلية أسهل، حيث من الأفضل أن أكون أقرب لمكان القص لتحصل على خط مستوي بقدر الإمكان ولتجنب الانحناء كثيرا. تلاحظون هنا أني قمت بتأشير الأجزاء الداخلية لأقوم بتثقيبها باستخدام المثقاب الكهربائي لتمرير الشفرة من خلالها، ويفضل أن يكون لوح الخشب مستندا على طاولة مناسبة طيلة فترة العمل، وبالأخص في المراحل النهائية حيث يكون عرضة للكسر بنسبة أعلى. هنا أقوم بتفريغ الأجزاء الداخلية، ومن الأشياء التي لم أنتبه لها هي وضع طاولة العمل على الأرضية الخشبية التي أضع عليها الكاميرا، لذلك تلاحظون اهتزازها ولكن ليس طويلا. لأستمر بعملية تفريغ الأجزاء الداخلية. بالرغم من اختيار شفرة صغيرة الحجم وذات أسنان ناعمة، إلا أنه يفضل الحركة بشكل بطيء عند الحركات المنحنية وأطراف الزخارف للحصول على تفاصيل جميلة وخالية من العيوب. بعد الانتهاء من تفريغ تفاصيل القطعة الأولى، أنتقل للقطعة الثانية من المسرح وبنفس الخطوات. طبعا من الأمور الجيدة والتي تساعد في الأعمال الخشبية هي العمل بكلتا اليدين دون الاعتماد على إحداهما، وذلك يسرع تنفيذ العمل ويقلل حركة الشخص أيضا. وسأستخدم أداة تنعيم لنحت وتدوير حواف الزخرفة لتكون بشكل أجمل والتخلص من عيوب عملية القص بنفس الوقت. طبعا الجهاز المستخدم هنا هو المينيكرافت، وتم توصيل الخرطوم المرن به لتنفيذ هذه العملية بشكل أسرع وأسهل. وللتذكير يجب ارتداء مستلزمات الوقاية وأهمها قناع التنفس أو الكمامة لتفادي الغبار المنبعث من خشب الـ MDF.
نأتي لمرحلة طلاء العمل. هنا سأستخدم مادة زيت العناية بالخشب ذات اللون البني الغامق، وسأستفاد من طبيعتها الزيتية لسد مسامات خشب الـ MDF وتجهيزه لعملية الصبغ أو الفينيشينج النهائية، حيث من المعلوم أن هذا النوع من الخشب ذو خاصية امتصاص عالية، فيفضل طلاءه بصبغ الأساس أولا. أبدأ بصبغ الأجزاء الجانبية للزخرفة. وبعدها أنتقل لصبغ واجهة المسرح، والتي أستخدم لها الفرشاة للحصول على بعض الخطوط والتدريجات اللونية التي تعطي للعمل جمالية أكثر، والتي لا يمكن الحصول عليها باستخدام الفرشاة الأسطوانية. مادة الكلارلاك الرشاش هي بطلة المرحلة النهائية، مرحلة الفينيشينج، والتي تعطي العمل طبقة حماية ودرجة لمعان جميلة بشرط استخدامها بشكل صحيح ومتساوي وبحركات متناسقة وثابتة للحصول على هذه النتيجة، وسأتركها لتجف جيدا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هنا أقوم بتجهيز اللوح الذي سيتم تثبيته على السقف وتثبيت المسرح عليه، وهو بطول 260 سنتيمتر وبعرض 10 سنتيمتر وبسموك 2 سنتيمتر، وقمت بتثبيته بهذا الشكل وتثبيت سكك الستارة والمخمل عليه. الآن يأتي دور تثبيت إنارة LED بعد فحصها باستخدام مسدس السيليكون. طبعا شريط الإنارة يأتي بشريط لاصق ذو وجهين، لكن لتثبيته بشكل أقوى أستخدم مادة السيليكون أيضا. ثم قمت بتثبيت لوح المسرح بشكل جيد. أرجو أن قد نال العمل إعجابكم وأن تكون المعلومات المطروحة مفيدة. لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد. في الختام تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء بعمل آخر وفكرة جديدة.